بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في الفيديو رقم 15 من سلسله السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس. ده الفيديو الاخير، مشينا في شوط كبير جدا ومحتوى كويس جدا. اتمنى ان المحتوى يكون عجبكم وتشاركوه مع اصدقائكم ويكون في اثراء. ولو حد عنده اي اسئله ممكن يكتب في الكومنتس وان شاء الله هنجاوب عليها في فيديوز او في رد مباشر على الكومنتس. شاركوا بقى الفيديوهات او السلسله دي مع الناس على اساس ان احنا توصل لعدد اكبر من الناس. احنا تعبنا في السلسله شويه ولكن اتمنى انها تكون فايده للجميع. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن البابليكيشن. جبنا السؤال البحثي، عرفنا انواع الريفيوز، عرفنا ازاي نعمل سيرش في الداتا بيسز، عرفنا ان احنا هنعمل داتا اكستراكشن نقيم الجوده بتاعه الدراسات اللي معانا، عرفنا في الفيديو اللي فات ان احنا ازاي نكتب نعمل داتا اناليسز ونكتب الريزلتس. كل الحاجات دي كلها ممكن تكون اتكلمنا عنها بشكل بسيط، ولكن ده الاطار بتاع اليوتيوب اللي بيحكمنا. دايما بيكون في الورك شوب فيه تفاصيل اكتر بتطبيق عملي اكتر، وفي الغالب كمان على اساس ان انا حاليا بصور الفيديو ومفيش اي انتراكشن مع الناس الحضور، ففي الورك شوبس بيكون في انتراكشن بناء على المعطيات بتاعه الناس او الاسئله اللي عند الناس ذات نفسها، فبيكون اكثر ثراء. ففي تفاصيل عن الورك شوبس تقدر تشوفها في اللينك في الديسكربشن على الويب سايت بتاعي. هنتكلم النهارده عن البابليكيشن بعد ما كتبنا المانسكريبت بتاعنا وجهزناه. انت بقى محتاج تنشر الشغل ده في مجله انترناشونال. لو الشغل اللي انت عملته ده عملته في الاخر يعني فضل عندك كورد دوكيمنت مفيش اي حد شافه ولا اتنشر في مجله علميه، فساعتها هيبقى ايه قيمه الشغل اللي انت عملته ده؟ لازم يتنشر في مجله علميه على اساس ان هو يوصل لعدد اكبر من الناس ويكون في امباكت او في فاليو من الشغل بتاعك في الساينتفك كوميونتي او المجتمع العلمي. طيب البابليكيشن ده بناء عن تجربه كبيره بتوصل، اول حاجه بتوصل للمجله وبعد كده بتبدا تراسل المجله بناء على المعايير بتاعتهم، وبعد كده المجله بتقول لك انت البحث ده مقبول او مرفوض او في تعديلات محتاج تعملها وبعد كده تبعتها لنا تاني. فالخطوه اللي بتبقى زي معضله شويه بالنسبه للناس هي خطوه ازاي اصلا اوصل لمجله. الطرق بتاعه الوصول للمجلات طرق ستريت فورورد، واضحه وصريحه، علشان في جزء كده من الناس بيخش في سيناريو المجلات بيسموها المجلات المفترسه والمجلات الغير كويسه. فاحنا بنتكلم هنا على ابروتش او طريقه، هنتكلم عن ثلاث طرق ولكن الثلاث طرق دول صريحين والنتائج بتاعتهم بتطلع مجلات اسمها بير ريفيود. يعني ايه بير ريفيود؟ يعني مجله متراجعه، يعني في حد في المجال هيراجع الشغل بتاعك ويتاكد ان هو صحيح قبل ما يبدا ان هو ينشروه في المجله بتاعته. اول حاجه بنستخدم البوب ميد ذات نفسه، يعني دي حاجه غير مباشره ولكن خليني اوريكم بتتعمل ازاي. لو احنا مثلا عايزين حاجه بتتكلم عن الاتش سي سي اللي هو الهيباتوسيلا كارسينوما اللي هو الليفر، واحنا عايزين نشوف حاجه بتتكلم مثلا عن اند دايجنوستس والتشخيص بتاع الهيباتوسيلا كارسينوما، بتختار من هنا الفلتر بتاع السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس، تمام؟ فبيطلع لك نتائج زي ما احنا شايفين اهو 992 نتيجه. ممكن تقلل العامل الزمني بتاعهم مثلا من اول 2020 يعني اخر 3 سنين. طيب احنا دلوقتي طلع معانا نتائج زي ما احنا شايفين النتائج بالشكل اللي قدامنا ده، دي كده يعني سيستماتيك ريفيو، سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس وهكذا. تيجي تبص هنا ده العنوان، بعد كده دي اسماء الاوثر، هتلاقي من اول الخط الاخضر ده اسم الدراسه ذات نفسها. فالمفترض انك بتكتب حاجه هنا تفصيليه اكتر في السيرش هيطلع لك النتائج. يعني على سبيل المثال المجله دي ذات نفسها اسمها الفوتو ميديسن، تمام؟ المجله دي اسمها اميونو ثيرابي، تمام؟ المجله اللي بعدها دي اسمها انالز اوف هيباتولوجي. فكل المجلات دي كلها مجلات دليل واضح، يعني باختصار بتنشر سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس. يعني المجله بتاعت اميونو ثيرابي دي بتنشر سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيس. لو انت خدت المجله كده، يعني دي اميونو ثيرابي ممكن تكون كلمه عامه، ولكن لو بحثت عليها كده وكتبت اميونو ثيرابي جورنال هتلاقي جورنال في اميونو ثيرابي واميونو ثيرابي، بس هنا المكتوب اميونو ثيرابي بس. لو انت عايز تتاكد من اسم المجله هتدخل وبعد كده هتلاقي حاجه اسمها ايه فيوتشر ميديسن، ده اللي هي ايه، هتيجي تبص تلاقي ان هي فيوتشر ميديسن اميونو ثيرابي، دي غير جورنال في اميونو ثيرابي. فلو المجال بتاعك بيتكلم اصلا في مجال الاميونو ثيرابي زي ما احنا شايفين كده ممكن تشوف المجله دي وممكن تشوف المجله دي، ولكن احنا فتحنا المجله دي مثلا فبتلاقي التفاصيل بتاعه المجله، ودايما بتبحث عن حاجه اسمها الاوثر جايد او جايد فور اوثر او انستراكشنز فور اوثر. على سبيل المثال دي كده الاوثر جايد بتاعك ازاي تشوف المجله والحاجات دي كلها. فدي كده مجله بتنشر سيستماتيك ريفيو ولها علاقه بالليفر كانسر. ممكن تدخل مثلا على المجله اللي بعدها الانالز اوف هيباتولوجي،
فبتروح واخد مثلا مجله كده وتعمل لها سيرش، هتلاقي ادي الانالز اوف هيباتولوجي، فهتلاقي نفس الكلام بالظبط، المجله تبع السيفير، وهتلاقي هي تقريبا مجله اسبانيه او حاجه زي كده. هتلاقي هنا الانستراكشنز فور اوثر، زي هتدخل عليها هتلاقي كل الانستراكشنز بتاعتك المهمه اللي انت محتاج تقراها. فده كده اول ابروتش. تاني ابروتش ان المجلات او الداتابيز ذات نفسها او الببلشر او الناشرين ذات نفسهم بقوا عاملين حاجه دلوقتي اسمها الجورنال فايندر، علشان يساعدوا الباحثين ان هم يدوروا على المجلات عندهم. ففي مثلا السفير، في وايلي، في سبرينجر نيتشر، كل الببلشر المعروفه هتلاقي عندهم عاملين حاجه اسمها جورنال فايندر. فلو كتبنا كده مثلا جورنال فايندر، هتلاقي ان في جورنال فايندر دي بتاعت السفير، دي بتاعت سبرينجر نيتشر، دي بتاعت وايلي، دي الام دي بي اي، تايلر اند فرانسيس، هتلاقي اغلب او اشهر الجورنال فايندرز موجودين هنا. فلو دخلنا مثلا على بتاعت السفير، هو هنا بيقول لك حط الابستراكت بتاعك او حط الكيوردز والايم والسكوب والعنوان بتاع الشغل بتاعك. فاحنا لو مثلا اخذنا يعني مثلا على سبيل المثال البيبر دي، واخذنا منها كده الابستراكت بشكل نجربه، وحطينا الابستراكت بتاعنا هنا ودوسنا على الفايند جورنال، تكون كتبت الابستراكت، فهتلاقي ان هو عمل لك سجستشن ل 37 جورنال. هتدخل على جورنال هنا هتلاقي ان مثلا دي اسمها كلينيكال اند ريسيرش ان هيباتولوجي اند جاسترونولوجي، دي مجله سايت سكور بتاعها والامباكت فاكتور والاكسبتنس ريت. حتى هنا مكتوب ان هو بيرد عليك بعد تايم فور فيرست ديسيجن، يعني هتقدم البيبر بعد من يعني خلال 5 اسابيع هيردوا عليك. التايم فور بابليكيشن بياخد مثلا 10 اسابيع. هنا حتى الفلوس نو بابليكيشن تشارج لو انت هتعملها بسبسكريبشن، لو انت هتعمل البيبر بتاعتك اوبن اكسس يعني مفتوحه لاي حد هتدفع الرقم ده. تيجي تدخل على اللي بعدها مثلا، دي التايم فور فيرست ديسيجن بتاعها اقل، فانت لو بالنسبه لك مستعجل فممكن تختار حاجه التايم بتاعها اقل، الامباكت فاكتور هنا اعلى، الاكسبتنس ريت هنا اعلى، وهكذا بتقعد تقلب في الجورنال دي. بمجرد ما تدوس على اي جورنال من دول، يعني ممكن تدخل على الديتيلز من هنا، هتلاقي ان هو كاتب لك السكوب بتاع المجله دي ايه، تمام، كل التفاصيل بتاعها. ممكن تدخل على المجله على طول فيزيت جورنال البيج، وتدخل على المجله وبعد كده هتروح دايس على ببلش، هتلاقي هنا جايد فور اوثرز او انستراكشن فور اوثرز، كل الحاجات دي كلها ثابته، بتشوف برده الانستراكشنز اللي انت محتاج تعرفها. نفس الكلام ده كده بالنسبه لجورنال فايندر. لو احنا جربنا مثلا جورنال فايندر تاني، لو جربنا بتاع وايلي، فهيقول لك حط الابستراكت بتاعك، حط التايتل، ممكن نروح واخدين التايتل ده كده، بعد كده نحط التايتل بتاعنا، بعد كده هندوس فايند، هيجيب لك برده نفس الكلام، دي كانسر ميديسن، دي ليفر كانسر انترناشونال، دي كلها مجلات ريليفنس للموضوع بتاعك. سبميت تو جورنال لو انت عايز تسبميت تو جورنال، هتدوس كانسر مثلا ميديسن، هتلاقي هنا كونتريبيوت اهي، اوثر جايدلاينز، جايدلاينز فور اوثرز، كلها نفس المسميات ونفس التفاصيل بالظبط هتلاقيها موجوده في كل جورنالز، بتختلف من مكان لمكان طبعا بناء على الكرايتيريا بتاعت الجورنال ده. الطريقه رقم 3 عن طريق حاجه اسمها الاس جي ار او الساينتفك جورنال رانكينج، او حاجه بترتب الجورنالز. يعني على سبيل المثال لو انت عايز تنشر حاجه في الربع الاول Q1 او Q2، يعني مجلات قويه، فبتدخل على الاس جي ار وتشوف المجلات اللي ظهرت في نتائج البحث الاوليه بتاعتك، دي بتكون مجلات قويه تقدر تنشر فيها الشغل بتاعك. خلينا نوريكم ازاي. بتكتب الاس جي ار بتلاقي ان هو اهو ساينتفك جورنال رانكينج. احنا المجال بتاعنا مثلا بتتكلم عن الليفر كانسر، فبتكتب هنا الليفر كانسر بتاعك، فبيجيب لك هنا في مجله اسمها الليفر كانسر، يعني دي في مجله اسمها الليفر كانسر. لو انت مثلا عايز توسع السكوب اكتر، ممكن تكتب ليفر بس، فعندك 97 نتيجه من المجلات اللي بتتكلم عن الليفر. فهتلاقي هنا المجلات اللي في الاول دي، دي مجلات قويه جدا، يعني مثلا ادفانسد عشان ده الرانك بتاعها اعلى حاجه، فهتلاقي ان ده مثلا يعني اللي بيهمني في التفاصيل ان السكوب بتاعها تقراها لو هو السكوب نفس السكوب بتاع الشغل بتاعك. وبتبص هنا تلاقي ان هنا الكوارتايل بتاعها من ساعه ما اتنشرت 1999 لغايه 2022 وهي في الربع الاول، فده معناه مجله قويه جدا. لو مثلا فتحت ليفر ترانسبلانتيشن هتلاقي نفس الكلام، بالنسبه للهيباتولوجي سيرجري ترانسبلانتيشن كانوا بادئين ضعاف شويه، ولكن دلوقتي بقى لهم فتره كبيره جدا محافظين على الجوده بتاعتهم الكويسه. اي مجله من دول، هاو تو ببلش ان ذيس جورنال، او تفتح حتى الجورنال، الجورنال ذات نفسها، لو فتحت حتى الهوم بيج بتاعهم هتلاقي نفس الكلام. بعد كده ادي الاوثر جايد لاينز محطوطه قدامك اهي، تقراها وتعرف عنها اكتر. لو انت عايز بقى مجله اضعف شويه، ممكن تسكرول شويه كده، مثلا دي مجله اوف جورنال اوف جاسترو انتستاينال اند ليفر ديزيز، هتبص هتلاقي ان المجله دي حاليا في الميديسن
Q2 ولكن في الجاسترونولوجي Q3. لو انت حابب نشوف تفاصيل اكتر عن المجلة دي تدخل يا اما how to publish يا اما يعني journal description، والhow to publish ادي السبميشن تشيك ليست. واضح ان المجلة دي يعني الجايد لاينز بتاعتها مختلفة شوية، يعني غريبة شوية، عن يعني ما فيش مثلا علامة السيفير باينة ولا وايلي باينة في الجورنال من هنا. هنا مثلا دي معروفة خالص العلامة بتاعت الامريكان اسوسيشن بتاعت الليفر ديزيزز، هنا مش واضح التفاصيل. بس انا بقلب لقيت ان هي في مثلا هنا ان هي اندكست في باب ميد. فلو انت عايز تتاكد من حاجه زي كده، عايز تتاكد ان الجورنال اندكست في مكان زي باب ميد، ممكن تاخد الجورنال كوبي وتدخل على باب ميد، بعد كده تدخل على الادفانسد سيرش بتاع باب ميد وتختار هنا. لو هتقلب هنا تختار الجورنال وتكتب اسم الجورنال اللي انت عايزها وتدوس سيرش، هتلاقي ان المجله دي مش موجوده، يعني مفيش اي بحث. يعني احنا لو لغينا الفلتر بتاع الميتا اناليسز والسيستماتيك ريفيو مفيش اي بحث من ابحاث المجله دي موجوده معانا. فهي مكتوب ان هو اندكست في باب ميد وسكوبس، ولكن انا مش شايف حاجه زي كده. فبالنسبه لي ما برجحش ان اي حد ينشر في حاجه اقل من Q1 وQ2. طيب لو الشغل بتاعك في انت حابب تنشره في مجله Q3 او Q4، انا شايف انك تحسن من جوده الشغل بتاعك بحيث انك تنشره في مجله Q1 او Q2. دلوقتي احنا بعد ما وصلنا للمجلة، احنا اول حاجة بنتأكد ان السكوب بتاع المجلة هو تبع الشغل بتاعنا. يعني من ضمن الابحاث او كتير جدا من الابحاث بتترفض على اساس ان هو السكوب بتاعهم بيكون مثلا المجلة دي السكوب بتاعها كلينيكال، هو يبعت له حاجة مثلا بيزك ساينس، المجلة دي مثلا ما بتنشرش السيستماتيك ريفيو. فاول حاجة بتتأكد ان السكوب بتاع المجلة ده نفس السكوب بتاع الشغل بتاعك. تاني حاجة بتدخل على instructions for authors وتبحث عن حاجة اسمها types of articles او نوع الابحاث اللي هم بينشروها. لازم يكون stated clearly ان هم بينشروا systematic review والmeta analysis. هتلاقي موجود عندهم types of articles، بينشروا مثلا original article، بينشروا reviews، هتلاقيهم كاتبين بشكل واضح systematic review وmeta analysis. لو انت شايف ان المعلومات مش واضحة وحابب تبعت تسألهم قبل ما تعمل submission، ابعت تسألهم هل انتوا بتنشروا systematic review والmeta analysis ولا لا. اخر حاجه تتاكد ان المجله اندكست في باب ميد او سكوبس على اساس ان هو الشغل بتاعك يوصل للساينتفك كوميونتي. لان هو مثلا لو اتنشر في ويب سايت بتاع مجله ومش موجود في باب ميد، فده معناه ان عدد قليل جدا من الريسيرشرز على مستوى العالم هيشوف الشغل بتاعك، لان تقريبا العالم كله بيستخدم الباب ميد. لو في اي اسئله حابب تعرفها او تسالها عن الببليكيشن تقدر تبعت لنا على الايميل او حتى على التليجرام بوت، هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن. اتمنى السلسله تكون عجبتكم، اتمنى انكم تشاركوا السلسله دي مع اصحابكم، واتمنى يكون في اضافه في السلسله دي في حياتكم، ونشوفكم في سلسله جديده ومحتوى جديد وكونتنت جديد. والسلام عليكم.